هنا لايف موجز اخباري جديد، اهلا بكم. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضروره مواصله جهود الاصلاح الاقتصادي، مشددا على اهميه ان تراعي الموازنه العامه للدوله زياده الانفاق على قطاعات التنميه الشامله وخاصه الصحه والتعليم والبنيه الاساسيه. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الماليه ونائبيه، شدد السيسي على ضروره الالتزام بالمستهدف في المؤشرات للموازنه العامه. التقى اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بالوكالة في الخرطوم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وأكد غندور خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير. من جانبه أشار اللواء عباس كامل إلى أن هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في قرية عرهيف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد الشاب نتيجة طلق ناري في الصدر، بالإضافة إلى إصابة طفل في القدم خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين يهود في القرية. نهاية الموجز إلى المستقبل.